فشل جديد يتعرض له نظام كوريا الشمالية. سأنتقل بكم الآن مشاهدينا لكي أستعرض لكم أين تجلى هذا الفشل تحديدا في ما خص ما قام به نظام كوريا الشمالية. إذن الفشل يتجلى بإطلاقه صاروخا باليستيا متوسط المدى من طراز هاوسونغ 12 خلال أبريل نيسان الماضي. الصاروخ لم يتمكن من الحفاظ على اتزانه ومواصلة التحليق صوب هدفه بعد وقت قصير من إطلاقه ليسقط ويصيب مدينة توكتشون ذات 200,000 نسمة التي تبعد ساعتين عن العاصمة. الصاروخ أطلق من مطار على بعد أكثر من 40 ميلا شمالي العاصمة الكورية الشمالية بيونغيانغ، وبسبب عطل في المحرك سقطت القذيفة بعد دقيقة واحدة فقط من إطلاقها على بعد 25 ميلا قبل أن تصل إلى الأرض قاطعا مسافة لم تتعدى 70 كيلومترا. صحيفة الدبلومات التي نشرت الخبر أشارت استنادا إلى تصريحات دبلوماسي أمريكي إلى أن موقع الهبوط التقريبي تظهر بالفعل فيه علامات على وجود أضرار جسيمة لمجمع صناعي أو زراعي، كما وظهرت أيضا عدة هياكل تضررت في صور الأقمار الصناعية، في حين لم ترد تقارير مؤكدة عن وقوع أي وفيات في توكتشون نتيجة لاختبار الصواريخ الفاشلة. يبدو أن الصور التي نشرتها دبلومات تبين أن الصواريخ أو الصاروخ جاء قريبا من الانفجار في مناطق أكثر كثافة بالسكان، ما يشكل خطرا على إطلاق التجارب. وفي حال لم يصب الصاروخ بالعطل الفني أو لم يصب بالعطل الفني الذي فاجأ محركه، فإنه إذن كان من المقرر أن يهبط في الأجزاء الشمالية ببحر اليابان. وفي الدول الواقعة ضمن مدى الصواريخ الكورية الشمالية، فإن المواجهات الحالية قد أثارت المخاوف من حرب نووية يمكن أن تودي بحياة ملايين الأشخاص، فاليابانيون القلقون يحاولون الاستعداد لمواجهة هجوم محتمل، والبعض منهم اختار بناء ملاجئ في منازلهم ومكاتبهم. في كوريا الجنوبية تزايدت الدعوات التي تطالب سيول بتطوير أسلحتها النووية.